أنت ترى عزيزي الأشياء باللون الرمادي، لكن في حياتك سماء حياتك زرقاء وصافية وفيها شمس مشرقة تملأ حياتك بالنور. أنا أتكلم عن حب هذا الحبيب، هذا الحبيب يفكر فيك كثيرا ليل نهار، يفكر فيك كثيرا لأن هنا طاقة هذا يعني الطاقة الفكرية، يعني يفكر يحلم يفكر، يعني باله يعني معك طوال اليوم. هذا الحبيب ربما ابتعد بسبب طرف آخر، بسبب طرف آخر. شوفوا هذه كارت، الله الله، هذا ماشي، هذا يحبك، نعم يحبك، تؤكد للكارت 3 مرات أنه يحبك، وشغف كبير وجاذبية كبيرة. الله، الأفراح، أنت ستفرح في الأخير. الله، وهذه كارتات جميلة جدا، أنا غادي نشرح لكم، لكنها كارتات يعني واضحة يعني متتالية، وتشرح الأشياء يعني بوضوح. واخا هذه كارت التوازن، التي خلوني نشوف، هذا الحبيب ابتعد بسبب طرف آخر، ربما هو حب في السر أو هناك طرف آخر، يعني كل واحد كيعرف الوضعية ديالو. واخا، وهذا الحبيب ابتعد بسبب مشاكل مع طرف آخر. هناك كذلك عزيزي طاقة الحسد، هناك طاقة سلبية تدخلت في هذه في هذا الحب الجميل والكبير، كبير كبير بزاف. واخا عندنا الحب الكبير، العشاق والحب، أمير الحب. واخا هناك يعني والأحلام، هذا الحبيب يفكر فيك لا ينام، يعني يعاني من حتى الأرق من كثرة التفكير. واخا هذا الحبيب ربما ابتعد بسبب طاقة سلبية، طرف آخر، حسد، طاقة سلبية، هناك أشخاص ضد هذا الحب الجميل والكبير، حرام عليكم. هو يشعر بالعجز، يشعر بالضعف، وأعيد وأصر بأنه حب عميق، لا أقوله أنا فقط بل تقوله الكارت 3 المرات. واخا، وهذا الحبيب يعاني في الليل، وربما نعم بكاء، حتى أنه يبكي، يبكي دموع لأنه يحبك، صدقيني يحبك، لا تصدقيني أنا، هذا ما تقوله الكارت. واخا أنا أقرأ لكم ما أرى، وأرى حب كبير كبير بزاف، حب كبير، لا أدري لماذا هو بعيد، نعم أدري، هناك طرف آخر، هناك طاقة سلبية، هناك طاقة حسد، يحسدون هذا الحب الجميل. واخا شكاما، يا الله، الله يستر. لنواصل لنواصل، لان انا يعني كانت اثر بزاف، لاني عندما ارى حب كبير وتدخل طاقات سلبيه انا لا افهم هذه الاشياء، لكن خلوني نقول لكم هذه الطاقات السلبيه، والان ستضحكون، ستقولون ايمان ترى كل شيء ايجابي، هذه الطاقات السلبيه شيء جميل، نعم شيء جميل حبيبتي، لماذا؟ سأشرح لكم، هذه الطاقة السلبية تمنع هذا الحبيب من أن يقترب منك وهو يحتاج إليك، تمنع هذه الحبيب من أن يعيش معك وهو يريد أن يعيش حياته معك، فهو يحلم بحياة سعيدة بقربك، هذه الطاقة السلبية تمنعه يعني من أن يفعل ما يريده قلبه وروحه، وماذا سيحدث؟ رغبته تزداد، رغبته تكبر، يعني هذا جميل صدقيني، نصفقوا ميرسي، هذا الانرجي نيجاتيف، شكرا لكم، شكرا يا حسد، شكرا يا شكما، هذا لن يفعل سوى من ان تكبر هذه الرغبة وستدفعه اليك. لذلك حبيبتي كون ليكون إيمانك قوي، دائما نرى الأشياء بطريقة إيجابية بألوان وردية، دائما دائما، فأكيد أكيد أن ما وراء هذه الأشياء السلبية لون أخضر وأصفر وذهبي، يعني كل ما ينتظرك هو الجمال الروحي، وستعيش. نواصل، واخا فهمتوني ماذا أريد أن أقول؟ واخا فهمتموني، شكرا للحساد، مرحبا بكم مرحبا بكم، فأنتم في الحقيقة تزيدون، يعني هم
جزء من حياتنا، طاقات سلبية لا يمكننا أن نعيش بدونها، لأنها يعني تساعدنا لنرى الأشياء بوضوح ولبناء حياتنا كما نريدها نحن، رغم التداخل رغم العوائق، لا يهم. فهي فقط يعني يجعلون هذه الحياة يعني شوية، كيفاش كنقولوا، يعني شوية فيها مغامرات، واخا تفهمونني ياك. المهم نواصل. نعم، كنت أتكلم عن الطاقات السلبية، يعني مثل آخر غادي نعطيكم بحال النار، النار والهواء. يعني تخيلوا أن هنا نار والهواء، ماذا يفعل الهواء؟ أنا لا أطفي النار بالهواء، بالعكس أنا أجددها وأحييها، وهذا ما سيحدث مع هذا الحب الجميل الذي أراه بينكما عزيزي برج العذراء. هذه قراءة أعتقد أنها قراءة يعني قوية بزاف بزاف وعجيبة بطريقة سحرية، هذه القراءة، واخا يعني كانت كل القراءات جميلة وغريبة لكن هذه أكثر، واخا أراها قراءة غريبة لكن جميلة وقوية، لكن بطريقة مختلفة مختلفة. نواصل. هذا الحبيب قلت أنه يفكر فيك لأن هناك نشاط فكري مستمر، واخا يعني كل يوم كل يوم يفكر ويبني معك، يبني معك أشياء. هذا الحبيب يتخيل أنه معك، هذا الحبيب هو يقوم بنوع من التخاطر، لكن تخاطر قوي قوي جدا. هو لأنه يعني من كثرة رغبة يعني أن يكون معك، ويتمناك ويشتاق إليك من كثرة يعني من كبر هذه الرغبة، ويتخيل بأنك معه لدرجة أنه حتى يمكنه أن يلمس، أن يلمسك. ربما هذه طاقة توأم الروح وتوأم الشعلة، لأن غيرهما من لديهم هذه القدرة السحرية والسماوية للقيام بهذا النوع من التخاطر. فهمتوني؟ هو يتخيلك يعني برغبة قوية، رغبة روحية روحانية، فيعتقد أنك معه، ليس فقط بل أنه حتى يحس بك. نعم، هو يتخيل أنه يلمسك. ماذا يحدث؟ هذا التخاطر يصل إليك هذه الطاقة ويرسل لك، يعني التخاطر هو أنه يرسل لك طاقته لدرجة أنك حتى أنت تعتقد أنه يحضنك. يعني لا يحدث هذا، يعني كتشعر أحيانا كتحس بحال إلا شي واحد قاسك أو لا، يعني أخذ. هل إذا كنتم تشعرون بهذه الأشياء فالحبيب يمارس هذا التخاطر القوي، يعني تخاطر قوي جدا لدرجة أنه يشعر بأنه يلمسك، وأنت يصلك هذا التخاطر أينما كنت، وتشعر بأنه ياخذ بحال كياخذك من يديك أو لا كيقيسك. تفهمون يعني، يعني هذه القراءة، الله أحتاج لأن أرتاح، لأنها أرى هناك واحد القراءة قوية قوية وسحرية. ربما نتكلم عن توأم الروح وتوأم الشعر والخيط الأحمر، لكن في حالة معاناة كبيرة ويحتاج إليك، لذلك تحدث هذه الأشياء. وحتى أن قلبك يخفق يدق وعلى وشك أن يخرج من القفص الصدري. الله أحتاج لأن أرتاح، الله يا لها من قراءة عجيبة عزيزي برج العذراء، جميلة بزاف، جميلة جميلة، خلتني بلا كلام، تركتني هذه القراءة يعني بدون كلام. الله، هذه الأشياء، فقط الحب السماوي، فقط الحب السماوي والكوني من يمكنه فعل هذه الأشياء. هذه القراءة صدقوني، برافو، أهنئكم أحبائي من مع توأم الشعلة وتوأم روح والخيط، لأن هذه الأشياء الله سحرية سحرية وعجيبة عجيبة. ماذا سيفعل هذا الحبيب؟ أرى هنا الكثير من بعد التفكير والنشاط التفكير، أرى هنا طبعا هناك شغف قوي وجاذبية قوية، لذلك تحدث هذه الأشياء. طبعا الحب، لأنه حب عظيم وكوني وسماوي، وهناك جاذبية قوية جسدية روحية من كل الأنواع، وكذلك أرى هنا أن الحبيب سيتحرك، يعني هو في البداية كان ثابت، فين هو هذا؟ المهم رأيته أنه في البداية كان ثابت لأنه كان ضعيف ويخاف من هذه الطاقات السلبية والمشاكل، والطرف الآخر يعني تنتج له مشاكل أبعده الطرف الآخر، لكن هو يحبك. وهذه الكارت
تقول هذا، تقول أن هناك فرح ينتظركما، واخا فرح وتغيير مهم. هذه الكارت تشبه بحال كارت البرج، يعني هناك تغيير سيقع جذري لم تتوقعه أبدا. هذا الحبيب، خلوني نزيد الكارت لأوضح ماذا سيفعل. أرى أنه سيتحرك، نعم سيتحرك ويريد العودة. نعم التي هذا الحبيب سيضحي، سيضحي، لا أدري هذا الحبيب إن كان لديه حياة أخرى، حياة جديدة، أو لكن هذا الحبيب سيضحي لأن هذا الحب كبير، وهو كذلك يعيش في معاناة كبيرة كبيرة بزاف. وهذا الحبيب، هو هذا الحبيب ضحى في البداية، يعني تخلى عنك وضحى بحبه الذي هو أنت في البداية، وتركك يعني بسبب الطرف الآخر، وخوى تركك وتخلى عنك. قد تكون كذلك يعني حب في السر، أو زواج في السر، أو علاقة سرية، يعني قد تكون يعني هنا يعني وضعيات مختلفة، كل واحد كيعرف الوضعية دياله. لكن هذا الحبيب سيضحي، سيأتي، سيأتي. نعم الله الله، هناك حب، هناك حب. نسيت ما قلت لهذا الطاقة بالتي نكمل وانا انقلكم دابا. الله، الحقيقة، هذه هي الحقيقة. الطاقة التي اراها طاقة مائية، عقرب، سرطان وحوت، كذلك طاقة نارية، حمل، اسد وقوس، وطاقة هوائية، ميزان، دلو وجوزاء. واخا هذه هي الطاقة المهيمنة، واخا الأبراج المهيمنة، النارية مائية والهوائية. هذا الحبيب سيأتي، نعم، لأن هذه المشاعر قوية بزاف، هذه المشاعر قوية، هو يحبك ويشتاق إليك ويحتاج إليك، يحتاج إليه. وهذا الحبيب سيضحي بأشياء من أجلك، لأنه ضحى بحياته في البداية، يعني تركك وتخلى عنك وجعلك تتعذب وتعاني وبكيتي وبكيتي، يعني سيبا جيست. وستتحقق العدالة السماوية، ستتحقق العدالة السماوية، وهذا الحبيب سيعود، لكن ليس بطريقة غير عادية، يعني بطريقة مميزة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه عذبك، ورغم يعني رغم حبه، يعني تخلى عنك وهو يعرف أنه يحبك، يعرف أنه هو كذلك تعذب، يعني شوفوا ماذا كان يفعل، كيبغي كعباد الله، لكن هذه الأشياء تحدث، يعني طاقات سلبيات. مهم، لن نتكلم عن الطاقات، بل يجب أن نشكر الله دائما، حتى الطاقات السلبية شكرا لكم، هم يزرعون كرم حياتهم، وهذا هذه الأشياء تعود إلينا كأزهار وكورود وكأفراح وكسعادة، صدقوني لا يجب نحن أن نتصرف مثلهم أبدا أبدا أبدا. نترك الأشياء ليبنيها، يعني لترسمها الخريطة السماوية والرحمن الرحيم كما شاء. هذه هي فلسفة إيمان. إذا كنتم تريدون أن تعيشوا بسلام وجلب الحبيب، لكن بالخير، بالسلام، نحن لا نسرق، نحن لا نسرق، نحن نجذب، لكن بالروح، بالحب وبالإيمان. واخا والطاقة السلبية نشكرها، لأنها يعني شيء، جزء من الحياة. واخا أنا أرى هنا سعادة وفرح مع هذا الحبيب، هو تعذب، لذلك هو يحتاج لأن يعود إليك، وأنا أراه أنه يحضنك ولا يصدق، لأني أرى هنا عاطفة قوية بزاف، هناك الكثير من العواطف، يعني بعد تفكير عميق هنا العواطف، يعني مشاعر قوية بزاف. هو لن يصدق أنه حقق ما كان يرسمه كل ليلة في خياله، يعني أرى عناق فين هما العشاق الحبيبين، عناق الحبيبين، حبيبين سعيدين بعد التغلب عن الحواجز والعوائق والطاقات السلبية، تتحقق العدالة السماوية كما قلت، الحمد لله، ويعود التوازن. فين هي كرت التوازن؟ هذه كرت التوازن، يعود التوازن إلى حياتكما أخيرا، لأنكم تستحقون الخير.
أنتم تستحقون الخير. هذا الحبيب تركك في الماضي، تخلى عنك، وضحى يعني بحب حياته، لكن هذه المرة سيضحي بأشياء أخرى لأنك أنت أهم شيء في حياته، يعني الكارما. نحن لا نفعل شيء، فقط نحب ونؤمن وندعو الله ونعمل بجدية وبمسؤولية، ونحن ناس طيبين لا نتدخل في حياة الآخرين. هذا فقط مني إيمان، أنا أتكلم يعني عنا، يعني عننا ناس طيبين، وخا نحن لا نتدخل في حياة الآخرين، فقط ندعو الله ونشكر الله والله يعني، ونتقبل قدر الله والحمد لله كما كانت الأشياء، وخا كما رسمها الخالق. فهو الحبيب يحبنا ويريد الخير لنا. وخا كانت قراءة سحرية، عجبتني بزاف. أنت أخيرا عزيزي برج العذراء ستفرح بعد انتظار وصبر ومعاناة، والحبيب كذلك. إيه؟ الحبيب كذلك. عندكم يتسحب لكم أن الحبيب لا يعاني وأن الرجال لا يبكون، لا، الرجل كذلك يعاني. الحبيب يعني كان رجل، إذا كان رجل يعني بالنسبة للنساء، هذا الحبيب إذا يعني الرجل كذلك يبكي، فهو كذلك يحب، يعني كيف هو كذلك كائن حي، كذلك يحب وله عواطفه. وخا أنا سأراك حبيبي، أراك الكثير من السعادة، أراك سعيد بزاف بزاف، وسترتاح، سترتاح. لماذا؟ لأن هذا الحبيب، هذه هي الحقيقة، هذه هي كرت البداية، يعني بداية. الله، شوفوا الاعتدال، الله الله، جميلة بزاف. الله، هنا حياة سعيدة ستبدأ، هذه كرت البداية والحقيقة، وستبدأ يعني تتكرر، يعني سيعود هذا التوازن، يعني أنت ما تستحقه سيكون لك، وما يستحق هذا الحبيب كذلك. وخا كانت قراءة سحرية وعجيبة عجيبة، هنيئا، كانت غريبة وعجيبة، عجبتني بزاف هذه قراءة عزيزي برج العذراء. هنيئا لكم، كنتمنى يتحقق هذا الشيء في أقرب وقت ممكن. يا الله، يا ربي الحبيب، يا ربي الحبيب، آمين يا ربي. وأنتظر تعليقاتكم الجميلة وتخبرونني بهذه الأشياء التي ستحدث إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي الحبيب. لنرى ما هي الرسائل في هذا الوقت المميز. أنت تسبح في هالة من هالة نعم في هالة نورانية لونها ذهبي وأخضر، هالة عميقة، تقبل الشفاء الروحي. فالملائكة التي تحيط بك تعتني بك وتحبك وتحميك. أنت حر للأبد، أنت حر للأبد، وستعيش في الهناء، في الرزق والسعادة يعني، والوفرة المادية والعاطفية. وأنا قلت ذلك في النهاية، أنك يعني حياة سعيدة وهنيئة، فيها كل ما يحتاجه الإنسان ليكون سعيدا. حب أولا، حب، رزق، وكل شيء، كل شيء إن شاء الله. ناتي نح الملائكة تحيطك بنورها السماوية. قم يعني بأخذ نفس عميق، استنشاق، ويعني خذ نفس عميق وتنفس هذه النور، يعني النور السماوية، وأشعر كيف يختفي الحزن والكآبة، يعني كل ما هو سلبي. لا تخف، فقط أشعر، لا تخف، لا تخف، يعني لا وجود لأي شيء إلا الحب، يعني لا تخف من الأشياء السلبية، لا تخف، فقط أشعر بالحب. والأخيرة كن مرنا، خاصة كن طيب، كن صريح مع نفسك، ويجب أن تؤمن بمبادئك،
لكي يؤمن الآخر، لكي يثق الآخرون بك. واخا كانت قراءة جميلة، كنتمنى لكم يا ربي الحبيب، بما أني رأيت طاقات سلبية بزاف، أطلب من الله يا ربي الحبيب يغطيكم برضاه وبحمايته ورعايته. آمين يا ربي الحبيب. كنبغيكم بزاف، أتمنى لكم الخير من كل قلبي، أشكركم وأحبكم بزاف.